ويعضده عموم ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أم قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه الترمذي. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة. الكثبان الشيء المرتفع، والمسك نوع من الطيب معروف يخرج من دم الغزال، فالغزال إذا عرق اجتمع عرقه في أبطه في وعاء يقال له فأرة المسك، ثم يحكه فتسقط هذا الوعاء ويكون بداخله المسك، وهو منحدر من دم الغزال. فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، يقول الشاعر على كثبان المسك، وهو من أفخر أنواع الطيب، وهذا في الجنة، هذا يكون في الجنة. لماذا ارتفعوا على كثبان المسك؟ لأعمالهم الصالحة، لأعمالهم الصالحة، ومنها رجل أما قوما وهم به راضون، فهذا فيه دليل على أنه لا يجوز أن يؤم قوما يكرهونه، لا بد من رضا المأمومين عن الإمام، فإذا كانوا يكرهونه لم يجوز له أن يؤمهم، ولكن لا بد أن تكون الكراهة بحق، يكرهونه بحق لنقص في دينه، لنقص في دينه. أما إذا كانوا يكرهونه لهوى في أنفسهم فهذا لا يلتفت إليه، إذا كانوا يكرهونه لهوى أو لحزازة بينهم أو حسد فلا يلتفت إلى هذه الكراهية، إنما إذا كانوا يكرهونه بحق، يعني لملاحظة عليه في دينه وأخلاقه، لأن الإمام قدوة يكون على أحسن حال لأنه يقتدى به. أما قوما وهم له راضون، هذا له فضل عظيم، ويدل بمفهومه على أنه لا يؤم قوما يكرهونه. وفي الحديث الآخر أن من الثلاثة التي لا تتجاوز صلاتهم رؤوسهم رجلا أما قوما وهم له كارهون. أعيد الحديث. روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه. هذا الأول المملوك، عبد يعني مملوك، والمملوك لا شك أن خدمته لسيده وعمله لسيده ملكه، فهو عليه حقان: حق لله في عبادته وحده لا شريك له، وحق لمالكه سيده، فإذا أدى الحقين حق الله حق سيده يكون من هؤلاء الثلاثة الذين هم على كثبان المسك، رفعة لهم وتكرمة لهم. نعم. عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون. ورجلا أما قوما وهم به راضون، هذا يبين الحديث الذي قبله أنه لا يجوز للزائر أن يؤم المزور في مكانه أو في بيته، وأنه إذا رضي المزور أنه لا بأس بذلك، يدخل في قوله وهم به راضون. نعم. ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس. هذا الثالث، رجل ينادي كل يوم بالصلوات الخمس، هذا فيه فضل الأذان، في هذا فضل الأذان، وفي فضل الأذان أحاديث كثيرة، منها المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ومنها أنه يشهد له كل ما من بلغه صوته من الحجر والشجر، يشهد له يوم القيامة مدى صوته،
فالأذان فيه فضل، فيه فضل عظيم. قد اختلف العلماء أيهما أفضل، الإمامة أو الأذان، بعضهم فضل الأذان على الإمامة، بعضهم بالعكس فضل الإمامة على الأذان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إمام قوم، إمام المسلمين، صلي بهم، هي أفضل. على كل حال هذا فيه فضل الأذان. نعم، إذا أخلص المؤذن نيته لله، ولا يمنع هذا أن يأخذ ما فرض له من الرزق من بيت المال، لا يمنع هذا، المدار على النية، وإذا أخذ من بيت المال فهذا شيء له ولغيره، وهو يحتاج إليه أيضا، ولا ينقص أجره إن شاء الله. أما إذا لا إنه يقصد الراتب أو يقصد المكافأة، ولو لم يعط مكافأة لم يؤذن، هذا ليس له أجر. نعم. ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، رواه الترمذي. نعم. وعن أبي هريرة وفيه أن كل الصلوات ينادى لها اليوم والليلة. نعم.